انه والله انه هي شيء كلاس لهذه المنطقه، الكلاس للناس، الكلاس اللي قاعده هون، ويزعموا العالم ويزبطوا له اغراضه ويلا نقفلوا ونبروا ويعيطوا ويصرخوا. الحديقه هون حديقه الصيف صرنا 10 ايام فيها، بس امبارح بالليل عملوا ملعوب السكيورتي مع اصحاب البنايه، كبوا شيء فقاع، عم يجي امن الدوله معلم، صار ياخذ الشباب، يلقط الشباب وياخذهم، بعد شوي فاتوا علينا بلشوا ربيط بالعالم وبالولاد، اخلوا جنينه معلم، هربت العالم كلها سوا اخلتها لجنينه. باركين هلا بالشمس عم تنقل من الفيانه لفيانه، الاولاد ضاجوا وراسه صاروا يوجعون يعني من فيانه لفيانه. في منه تحت الجسر، تحت الجسر هون عم طلع الاغراض ما بالشمس، كيف بدنا نقعد هيك؟